وحول الاستعدادات النهائية لإقامة المعرض، أشار السيد يوسف محمد محمود مدير عام معرض البحرين الدولي للطيران خلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة، أشار إلى أن المعرض بنسخته السابعة ستشارك فيه طائرات فريدة من نوعها، مؤكدا في ذات الوقت استكمال الاستعدادات كافة لافتتاح المعرض يوم غد الأربعاء. اليوم يحتفل في استقبال كافة الشركات وشركات الطيران والطائرات التي وصلت إلى مملكة البحرين استعدادا لانطلاق معرض البحرين الدولي للطيران في دورته السابعة في قاعدة مصير الجوية. أحب أن نقول بأن خبر لأول مرة وصول طائرة البي 52 وهي طائرة أمريكية ذات 8 انجن على الطائرة، وهي لأول مرة تشارك في معرض طيران خارج الولايات المتحدة الأمريكية وتواجدها على أرض المعرض. فالاستعدادات بحمد الله ونشكره أن قد تم استكمال كافة استعدادا لإقامة افتتاح المعرض.